أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها عن الفساد وعن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اللي شكله عادل عبد المهدي أول ما إجا إلى سدة حكم وصار رئيس وزراء. تابعونا بعد الفاصل. بيع العملة محصور كان على 10 بنوك تقريبا 100 مليار 100 مليار دولار. هاي ميزانية الدولة يوميا 150. هاي الدولار اللي طالع من العراق 100 مليار. اللي داخل بضاعة أقل المليار 99 مليار دولار متسرب عمل. ليش؟ لأن المنافسات أغلبها مزورة. هذا الملف انحال كله إلى النزاهة والبنوك مملوكة لسياسيين. كل العشر بنوك العشر السياسيين كرد وسنة وشيعة، ولا واحد انحكم من دون العشر بنوك اطلاقا. ولا واحد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. بداية، أي شخص يحب يتصل بينا ويحكي ويقول رأيه، أرقام البرنامج ظهرت أسفل الشاشة عفوا، وأيضا إذا هنالك برنامج الواتساب يقدر يدزلنا رسالة. أتمنى من الأخوة المشاهدين اللي يدزلنا رسالة على برنامج الواتساب أولا أن يعرف أنه أنا ما أقدر أستقبل أي اتصال لأنه البرنامج مربوط على الاستوديو، إضافة إلى أنه أتمنى أن يرسل اسمه ومنطقته حتى نقرأ رسالته كاملة ونعرف هو من وين. بداية، المجلس الأعلى لمكافحة الفساد اليوم جواد الساعدي عضو لجنة النزاهة البرلمانية يقول أنه هذا المجلس فقد محتوى، يعني أنه تشكيلة ما لا داعي، وجوده من عدم وجوده واحد، بما معناه أن مكافحة الفساد هو أكذوبة. هذا عضو لجنة النزاهة يقول هذا الكلام، يقول أنه هذا المجلس ما قدر يحاسب أي شخصية متهمة بالفساد. وقبلها مثل ما سمعته بالبرومو يقول 10 بنوك تابعة إلى سياسيين، 10 بنوك ما بهم ولا واحد تحاكم وقضاياهم محالة إلى النزاهة. مشعان الجبوري طلع على الملأ بشاشات التلفاز، إذا تذكرون لقاءه بالتلفزيون لما قال أني لما كنت عضو بلجنة النزاهة، هو هيك يقول، أني لما كنت عضو بلجنة النزاهة إجاني أحد السياسيين طلب من عندي أغلق ملف، أخذت من عنده كذا مليار، يقولوا ما غلقت الملف وأعتبر نفسي ضحكت عليه. هذا كلام مشعان الجبوري، وغيره 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 وغيره. من 2003 إلى يومنا هذا الكل تحكي عن ملفات فساد، والكل تحكي عن قضايا فساد، والكل تقول أنه السياسيين متهمين بفساد. حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق متهم قضية فساد لما كان وزير اتصالات في 2005. فالكل تقول هذا الكلام. عبد فلاح السوداني اللي باق مليارات وانهزم إلى إنجلترا ما حد حاسبه. محافظ البصرة السابق النصراوي اللي أخذ مليارات من الدولارات من ميزانية المحافظة وهرب إلى إيران وبعدها هرب إلى استراليا مثل ما سمعنا، ما حد حاسبه وما حد طالبه وما حد رجع فلوس الدولة العراقية وما حد قال دن القضايا وين، فلوس الدولة وين، أموال الشعب وين. لما ياخذون وديبوقون، هو مو ديبوق فلوس الدولة، هو ديبوق أموال الشعب، هو ديبوق الأموال اللي مفترض انه اكو حكومة حاطة ميزانية، هاي الميزانية تعتمد على هاي الاموال حتى تبني، ترصف شوارع او ترصف شوارع، حتى تزرع، حتى تطبع، حتى تسوي دولة، حتى تشتري سلاح تدافع بيه عن نفسها. لكن بما انه العراق اليوم كل شيء غريب موجود بيه، فماكو محاسبة فساد، ماكو بناء، اكو تهديم. يعني بدل الطباعة اكو تهديم الى العملية التربوية بالعراق. التعليم اليوم اصبح من اسوأ البرامج التعليمية بالعالم، بل خرج من المقاييس العالمية وخرج من العراق من الدول المعترف بها عالميا لجودة التعليم. عندك بدل البناء اكو تدمير، مساحات شاسعة من العراق مدمرة، والمدن الما مدمرة دمر غير أشياء بيها. يعني تباوع بالشمال أو بالوسط لما تشوف محافظة نينوى والأنبار وديالة وكركوك وغيرها وغيرها، وتشوف أنه وصلاح الدين
انه 90% من البنى التحتيه الموجوده بهاي المحافظات مدمره، وتنزل الى الجنوب تشوف البنى التحتيه موجوده قائمه، بيوت موجوده قائمه، لكن اكو بنى تحتيه اخرى هي اللي دمرت. التلوث المياه، الانقاض اللي موجوده في المدن، مكبات النفايات، مواقع التمر الصحي، الأزبال الموجودة بالأنهر، التسمم، النفط اللي دا يسرب في شط العرب، كثير من القضايا اللي تهدم وما تبني. فإذا لا بالشمال أكو شيء، ولا بالوسط أكو شيء، ولا بالجنوب أكو شيء. مقابل ذلك أكو ميزانيات انفجارية، أكو مليارات من الدولارات توضع كميزانيات لكل عام، وماكو دولة تبني، لكن اكو سياسيين يبوقون، اكو سياسيين اللي العالم كلها تعرفهم من اللي جوا على ظهر الدبابة الامريكية، كانوا حفاي واليوم اغنياء. من وين؟ من الفساد. وعادل عبد المهدي يريد يحارب الفساد وشكل مجلس اعلى لمكافحة الفساد، لكن شنو اللي سواه هذا المجلس؟ أبو أياد من الناصرية؟ أبو كيان من الناصرية، حياك الله. السلام عليكم، شلون سعد عافل؟ عليك السلام والرحمة والإكرام. مشارك بالله. تفضل أنت على الجو حبيبي. إيه، هم كلهم فازين، ما فيهم 21. كلهم، جميل اللي نشوفه دول على الدبابة الأمريكية، ناس صنعتهم أمريكا وإيران، إيران وإيران. نعم. 21. ناس يمتلكون الجهات الأجنبية، الجهات الأمريكية والبريطانية، كلهم فرقة الخميني الفارسي العنصري. فبالدليل مو غريب عليهم يبقون بلد مثل العراق، بلد بخيرات وبموارد بشرية، موارد طبيعية، فهم يجوا يقاسمون الكعكة ويبقون هذا البلد ويدمروه. وين وصل البلد الآن؟ وين؟ بقعر الهاوية، عندما كان البلد تعليم، بلد بإعمار، بلد بصناعة كانت تشتغل، ومهدي ظاهي الوطن العربي. الآن العراق وين وصل يعني؟ وين؟ وين راح يوصل؟ وين؟ ألو؟ وياك أخويا، تفضل. كمل. فهذا الفترات أخبار عن رش العملية، البخور على العملية السياسية اللي جبهة الاتحاد الأمريكي والملاعب مال إيران، كلهم حشاك، كلهم مطارد. نعم. ما يفهمون لا السياسة النقدية ولا بالسياسة المالية ولا بالسياسة الاجتماعية، كل شيء ما يفهمون. فهذول اجوا عدفوا من هذا البلد، فمو يعني ما باقوا بعد، ما يستحون ولا يخجلون. ناس اجوا عاقدين على هذا البلد، فاحنا ما كنا نطلع مظاهرات، انتم بعثيين، انتم صدامين، انتم كذا، سفلة ما يستحون. يطالب حقه كذا ما بعثي، ليش ما ايش عرف تعليم الزامي؟ الجماعه كان زمن احمد حسن بكر الله يرحمه ويرحم الاموات، قدام كنا الناس يشتغلوا عايشين خير من الله. شنو جبتوا لنا البوق؟ وين وصل الفساد؟ حالات الاتحاد النصري وصلت الى مستوى الفساد بمؤسسات الدوله. بالمستشفى قبل كم يوم صار احد من السيسترات قال 20,000، يلا اطلع لك البيان مال الطفل. نعم. يعني فساد في فساد، والله ينتقم منهم، وان شاء الله والعراق يرجع عربي اصيل مثل ما كان ايام السابق. الله ينتقم منهم، من ايران ومن الخميني ومن خامنئي ومن جميع هؤلاء يدعون نفسهم شرفاء ومقاومين، كلهم ميليشاوي وقتله. وان شاء الله العراق يرجع مثل قبل، ان شاء الله يرجع العراق عراق عربي اصيل الى ويعيد الى محيط العربي. شكرا استاذ عافل على البرنامج. شكرا 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 لك ابو كيان. مشاهدينا، الدول تنبني على أشياء كثيرة اللي حتى تكون مقومات دولة، تعتمد على صناعة، زراعة، ثروة حيوانية، نفط، تجارة، تعليم، سياحة. السياحة بها مردود مادي إلى الدولة، التعليم أيضا بمردود مادي لما تكون الدولة تعليمها رصين والمؤسسات التعليمية بها رصينة. دول العالم والجوار تبدي ترسل أبنائها حتى يدرسون. دولة من يجون اللي يأجر بيت، اللي يعيش، اللي يصرف، اللي يدفع فلوس إلى الدولة، هاي كلها مردود مادي. التجارة معروفة، النفط هو الوحيد اللي شغال بالعراق، هو الشريان الوحيد للميزانية العراقية، ما أقول الاقتصاد العراقي لأن الاقتصاد العراقي منتهي اليوم، للميزانية العراقية، ودا تنباق من 2003 إلى نهاية زمن نوري المالكي بحدود 800 مليار دولار. عبرناه احنا هسه بخمس سنين ست سنين، الله يعلم المبالغ ايش قد اللي راحت.
الثروة الحيوانية أيضا هي يعني جزء اقتصادي كبير، وعندك السلة الزراعية اللي كان العراق مشهور بتموره ومشهور بالحمضيات اللي موجودة في محافظة بابل، من السما اللي موجودة بالشمال، والصناعة الصناعات في كل الدول. لكن اليوم بالعراق هاي القطاعات كلها منتهية. عندنا اتصال من محافظة بابل، أبو محمد من تركيا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الغالي الله يرحم والديك، بس إذا تنطيني مجال شوية حتى فضل. الناس هاي اللي ما تعرف شنو هي الحكومة والميليشيات خلي شوية يستوعبون اللي دا يصير. تفضل خي. أولا الزراعة، هسه هم كحكومة ما تريد الزراعة بالبلد، ليش؟ هسه تجي منفذ ربيعة، منو اللازمة؟ كتائب الإمام علي. نعم. كتائب الإمام علي أي سيارة طوب يأخذون عليها. توصل نص المسافة تلزمها الكتائب الخرساني. نعم. توصل بعد يلزمها العصايب. نعم. هاي ناس تسلم الناس. روح هسه كل الشعب يعرف بالذات أهل الموصل. روح هسه للسيطرة مال جوجل. شوف سيارات الحديد اللي واقفة، أي سيارة تعبر حديد دا يروح كله يطلع للخارج، يطلع للشمال. كل سيارة تعبر 500,000 من جماعة لواء 30. نعم. اللي هو وحد القدو، أخو حنين القدو وغيره. زين، هاي وحدة. والله العظيم يا أخي حتى مخدرات جاي يطببون من المنفذ ربيعة، تدري لو ما تدري. والله كتائب الإمام علي يطببون المخدرات يوصلوها للمكان اللي يريدوه هم. نعم. الزراعة تجي قبل كلها كانت انها فلاح. هسه يقول لك انا فلاح شنو؟ انا راح اتطوع بالحشد. انا عوف الراتب اخي، شنو هو الراتب؟ روح شوف القصور اللي جايبنوها الحشد. شنو الراتب وشنو؟ اخي السيارات ده يسرقون. اموال هسه بالموصل، بالذات الموصل والمناطق الشمالية والغربية بسرعة. اتحدى شخص عنده قطعة ارض يقدر يبيعها. اتحدى. ابو مكتب العقار يقول انا ما اقدر ابيع او اشتري او اسوي عقد اذا مو موافقة من الحشد. زين حشد ياهو مالته. جهة رسمية هو. بلدية. عقاراتهم. ليش يريد موافقة منه؟ ابو الحشد يعرف هذا الشخص باع ارض وعنده فلوس. هاي بالليل راحوا عليه. اذا ما لقوا الفلوس يعتقلوا. ما تطلع الا تنطينا كذا دفتر. عمي جاي يحكيون بالدفاتر بعد ما يعرفون كان حصر عليهم الألف دينار، بس بعد ما يعرفون الفلوس ما يتعاملون بالطبع، فلوس العراقية ما يحكيون بها، كله يحكيون بالشدات الحشود. زين بعد اشترجع تجي الحكومة ليش ما تعرف هاي دي يعتقلون، تروح بالسيطرات اللزم راح ما حد يعرف وينه، مساومات جيب كذا دفتر ونطلع الكيا الحديد. النفط اخي ثق بالله، سيارات النفط هسه جاي يتحمل بواري، جاي هم مسيطرين على البواري اللي يم الانابيب النفط اللي يم قياره وغير. نعم. جاي يفتحون، تجي تريلات تفتح يحمل نفط ويروح للشمال. زين هو من يطلع للشمال وين يروح؟ شيراز له، يروح التركيا لايران، يطلع خارج العراق. زين بفلوس منو يعبره؟ الحشد. ثق بالله هسه شتري هم السعمودة يقولون الحشد جاي قاتل بسوريا والنصرة ما نعرف، احنا ما نريد نحكي بالشغلات الطائفية، بس مو الحشد جاي قاتل. زين انت شلون منا تعبر سلاح للسوريا للثوار بفلوس وانت ما افتهم لا تقاتلهم ومنا تعبر لهم سلاح بفلوس؟ نعم. النفط السلاح هس يعني هسه النفط. زين انت يا حكومة، انت يا مدير نفط الشمالية ما جاي تسمع. زين المواطن العادي هسه بالموصل جاي يسمع ويشوف. زين انت ما تسمع ما تشوف هاي تريلات النفط جاي تحمل من الانابيب وتطلع للشمال، كل هالجهات العصايب، الحديد للعصايب مقاسمينها، الحديد للعصايب، النفط لواء 30 والخرساني وما اعرف منو، متقسمين البلد والحكومة تدري وش حد من يقدر يحكي. عمي يعني شلون يقول إذا
رب البيت بتدفي ناقره، مو تمام هذا المثل؟ نعم، فشيمة أهل البيت الرقص والطرب. نعم مو تمام؟ نعم. زين أنت ما تقدر يعني محافظ قاعد بالشمال، هذا راح نوصل هذا بربيل قاعد، شو تريد؟ أي مشروع لازم إلى نسبة قاعد ويا. والله العظيم أنا بدي أحكي لك حكي موثوق، مو بدي أحكي بالشكل وأطب، يعني أنا أعرف هاي الأمور كلها وأكثر من هاي أعرف والله. نعم. العظيم هو نعم. ونسيب يعني زوج بنت مسعود يروح هناك يقعد وياهم يسلمهم المبلغ يوقع لهناك يوقع بربيل، أكو يعني الله يقبلها؟ أنت بربيل توقع مشاريع بالموصل؟ مو أنت بهاي الحركة مالتك واقف الأعمار بالموصل، المشاريع كلها متوقفة، اللي ما ينطي ما يقدر يشتغل. زين أنا من هسه أنا أخذت مشروع، المشروع تكلفته $1 مليار، يعني دافع رشوة $500,000، فهذا ما راح يصرف، ليش راح أسوي؟ راح أدفع $500,000 وأخذ المليار وانهزم وكل شيء ما بنيت. نعم. هي طبعاً لأن يعني إذا أعطي $500,000 فأني ما راح أقدر أشتغل، فتعرف أنت اللي ينطي هيك مبلغ راح ينهزم بالفلوس، والحكومة تعرف راح ينهزم وتساعده، تجي وزير المالية والقبل العلاق مدير أبو المصارف مدير المصارف، يا أخي فلوس مزورة جاي تنبع بالبنوك، والله العظيم بالبنوك المركزية فلوس مزورة، والله ورق مزور بالملايين الدولارات جاي تنبع، قاعدين ببيروت ومخلي له كل من مخلي الحاشية ومخلي له شخص مدير أعمال، وهذا المساومات متقاسمين البلد. زين افتهم يا أخي دتبوقون ما يخالف، روحوا انتوا ربكم تنجازون، بس خوفونا يعني كليتنا متغربين والتجريب ليش؟ يعني أنا حسر عليها طب للعراق والله شنو؟ لأن أنا إذا أعترض على فد شيء يعني أنا لو بعتي لو صدامي وهسه داعشي، يعني هاي النور طلعت لنا جديدة داعشي، بعد كم سنة النور شي طلعوا لنا؟ احنا باكر احنا هم راحت علينا، بس أولادنا باكر ايش راح يطلعوا لهم؟ ايش راح يلقبوهم؟ نعم شو ايش يعني ما الله ينتقم منهم؟ نعم أبو محمد، الله يفضحهم دنيا وآخرة. أبو محمد من تركيا الشكر الجزيل لك لاتصالك بالبرنامج. سعد من الكويت حياك الله. كالله الدوم يا أستاذي يا محترم. أستاذي ممكن أطرح أسئلة بسيطة مستعجلة باختصار؟ نعم. يعني أنت ذكرت البوق. نعم. ليش يبوق يا أستاذي؟ البوق حرام، ألا يحترم الدستور والقانون يا أستاذي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني أستاذي بالنسبة إحنا نريد منكم تنطونا من مياه الأنهار دجلة والفرات يا أستاذي، المياه العذبة، إحنا نشرب مية بحر منذ زمن مكررة يا أستاذي من البحر يعني. أما السؤال الثاني أنا أتمنى يعني ونتألم كثيرا بخصوص يعني تلوث البيئة والمياه يا أستاذي، يجب أن يحاسب ويعدم من لوث مياه العراق الأنهار والحقول وكذلك حرق البساتين. وآخر تحياتي لكم. نعم. جملة تفصيلة وشكرا لك يا أستاذي. شكرا محترف. شكرا شكرا لك أخ سعد. أبو شيماء من ديالى حياك الله. السلام عليكم أخويا. عليك السلام والرحمة والإكرام. أخويا هو من رئيس الوزراء يدعي حرب الفساد، هو رئيس الوزراء ومين؟ ومو مثلهم فاسد، هم هاي الطغمة الفاسدة جونا من 2003 لحد هذا يومك. هو نفس الشيء طغمة فاسدة، هو شلون اكو فاسد يحارب فاسد؟ زين هو يقول انا حارب فاسد، هو من هو؟ هم ضامين الميزانية، مجرد بيناتهم مخاف تصير اختلافات سياسية، هم دا يشترون مفخخات يطققونها على الشعب العراقي. هاي جربناها من 2003 لهذا يومك. من تصير اختلاف بيناتهم الشعب العراقي كله يحط ايده على قلبه يقول يا ستر يا ربي. يعني يدري راح ينهجم العراق بالمفخخات مالاتهم. هاي احنا الميزانيه من 2003 لحد هذا يومك، يقول الشعب العراقي شو استفاد منها؟ قصه تومنيه ماكو، عنايه طبيه ماكو، مستشفيات، تبليطات، يعني صحيات، كل شيء ماكو. زين من 2003 لهذا يومك كل شيء ماكو، مجرد يشترون بها اسلحه مفخخات يطققونها على الشعب العراقي، وهذا اللي استفاد يعني من عندهم. هاي الاحزاب شافها حشاك فتنة وضهية، هاي الأحساب دمرت الشعب العراق كله. هسه قيس الخزعلي قيس الخزعلي يقول ها أبو مهدي المهندس وهادي العامري والسياب انهزموا إيران، جاهم أمر من إيران
بانه قاتل مطلع من العراق، لان المسيرات الاسرائيليه جايه تدور عليكم حتى تضربكم، طفلوا تليفونكم وطوا جهازات حماياتكم واطلعوا تعالوا لايران قتلوا. ما هاي الاحزاب تقوم العراق؟ ما هاي الاحزاب من اسهل لها؟ هذا يوم ايش حصلنا من عندهم؟ حصلنا بس في ناس الحرب من وراهم هجموا بيوتنا دمروا الناس، هذا اللي حصلنا من عندهم. ومن يختلفون بيناتهم شعب العراق كله يحط ايده على قلبه، لان اذا راح يقومون يطقطقون بمفخخاته بفلوس الشعب العراقي على العراق. زين؟ وانا اشكرك اخوي. شكرا شكرا لك ابو شيماء. مصطفى السيد من مصر حياك الله. ايوه السلام عليكم استاذ الاسد. عليك السلام والرحمه والاكرام. نحن اولا احيي شعبنا البطل في جميع المحافظات العراقيه، ونحيي رجال المقاومه المشروع الابطال اللي بيدافعوا عن الوطن وعن العرض وعن كرامه الانسان مسلم وغير مسلم اولا. اما سيدي بالنسبه لحاجي عبد المهدي، يا عم والله انت اخرك تقعد على الحصوده، اخرك تشتغل نصاب على الحصوده، تقعد على الحصوده وتضلل البشر وتقول لهم بتشفي الامراض وبتجلب الرزق، تقعد اخرك. لكن انت اصلا فاسد، ابن فاسد اساسا يعني، وكلكم شله فساد وحراميه ونشالين وقتالين ومأجورين ونصابين وبتوع كبرهات، تجار الدين فاتحين كبرهات، شيء مش مستغرب يعني معروفه، فاقد الشيء لا يعصيه، هو عمر الخيبه تحت دجاج؟ مستحيل. هي العمليه في حل العمليه السياسيه من اولها اصلا مبنيه على الفساد وعلى العنصريه وعلى القتل وعلى الدم وعلى الاضطهاد. فطبيعي ان تبذل الافرازات الكثره اللي القتالين واللي قتلت الاطفال، يعني قتلوا الاطفال وحطهم في كراتين ويقول لك ده المجهولين. يا عمي فقدوا الشيء لا يعطيه، هم كده كده هيموتوا عامه، بس هيموتوا على ايد مين؟ على ايد المستعمر الامريكي والصهاينه اللي جندوهم وجندوهم وجابوهم لاوطاننا. عصابه الجواسيس هتموت والله العظيم، هيموتوا قريبا، بس مش هيموتوا حبا فينا، هيموتوا لان هم خونه، خانوا الوطن وعاشوا تحت واطه الاحتلال وشرعوا للجرائم وللقتل وللعنصريه وللسايفون. خدنا ايه؟ خدنا ايه غير الفساد والخراب والجوع والفقر والانحدار وقتل العلماء وتهجير الكفاءات وتدمير البنيه التحتيه؟ العراق، العراق يا خونه انتوا تعرفوا قيمه العراق يا خونه، تعرفوا ابو العروبه، ابو العروبه رمز العزه والشرف اللي بيودع على الامه كلها الشرف والانسانيه، والله ما تعرفوا حاجه عن العراق اصلا، بس هدلوا هتزلوا، بس الموتى هتبقى مغزية جدا، يعني هتموتوا لا حول لكم ولا قوة، لا حول لكم ولا قوة، هتموتوا ذلا وخضوعا وركوعا واستسلاما وعارا. اديكم الامريكان بيموتوكم، مش كنت بتقولوا هنحاربوا الامريكان وهنحرروا القدس وهنحرروا الجولان؟ ادي انتوا عايشين عبيد اهوت، العالم كله بيسخر منكم وبيتفرج عليكم. ويا سيدي احنا لا نحسبه ده على الشعب العراقي، شعبنا عارفينه كويس، عارفينه من شماله الى جنوبه وصانع العزة والشرف، عارفينه والله والله لو متنا ما نغيروا ابدا ولا نفهموا غلط، عارفين ان دول ما يمثلوش حد، وان شاء الله الى زوال قريبا باذن الله تعالى ويتحرر الوطن وربنا ينجي الاطفال اللي ميتين من الجوع ومن الفقر ومن الخراب والدمار من وشوشهم الدوله. العالم كله عرف اصبح كيان ارهابي مجرم، هم النظام الايراني مجرمين وخونه. فعم كل انسان النهارده عنده شرف وعنده كرامه، على الاقل يا اخي سمعنا صوتك، سمعنا موقفك كده تطفي نار الغيره اللي جوانا. احنا ناس وطنيين انتمائنا لاوطاننا، لا الفئه ولا الطائفه ولا الحزب ولا الفرد، للوطن كله. وانا اشكر حضرتك جدا وانا احييكم. نعم شكرا 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 لك اخ مصطفى. قبل ما اخذ هذا الاتصال اخ سعد وجه سؤال اتمنى الساده المشاهدين يجاوبون عليه، يقول ليش السياسي بوق؟ البوق مو حرام، ما يحترم الدستور. وايضا هو سال عن انه يطلب من الشعب العراقي او من العراق انه يعطوهم مي من مياه دجله والفرات لانه يشربون مي بحر مكرر. اتمنى من الساده المشاهدين او المتصلين يجيبون على هاي السؤالين. ام عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. الشريفة وإلى كل عراق الشريف. حياك الله. أستاذ أنا رح أجيب على الأسئلة، بس قبل الإجابة على هاي الأسئلة اللي طرحتها حضرتك، أنه أريد اليوم صرح نور المالكي أنه كيف لدولة أجنبية أو قوة أجنبية خارجية تقوم بعملية ضرب مجاهدين في دولتهم. طبعا هذا هذا يعني يعتبر هذا من جانبه انه مؤشر خطير. نعم. اذا انت تعرف ان امريكا هي مؤشر خطير واسرائيل وحتى ايران، ليش احنا معرضين دولتنا الى هذا النوع من العدوان اليهودي والامريكي والايراني؟ ترى هذا مؤشر خطير، اذا هو يقول مؤشر خطير هذا على بالنسبه لنفسه
وبالنسبة على السياسيين، بس هو بالنسبة للعراقيين ترى مؤشر خطير جدا، لأنه راح يؤدي إلى إشعال المنطقة وخاصة العراق، لأن العراق راح يكون في مواجهة مصالح أمريكا وإيران وإسرائيل. يعني وإحنا لوش إحنا نكون ضحية؟ ثم الدول العربية ليش تركتنا إحنا وحدنا؟ ليش خلتنا إحنا الضحية أنه نقدم يعني أصبح العراق دمار من وراء سياساتهم واتفاقهم مع أمريكا بإلغاء النظام السابق، حتى إذا لغي النظام السابق ليش قاموا بموافقة تدمير ودخول العراق من قبل أمريكا وإسرائيل؟ وهذا حال العراقيين اليوم، إيران من جهة وأمريكا من جهة وإسرائيل من جهة والسياسيين الفاسدين من جهة وأعمال الحشد اللي موجود من جهة أخرى. أستاذ يعني حتى من يقول إنه هو أصلا نور الماسي هو اللي وقع اتفاق مع أمريكا على إنه يبقى الجنود والقواعد الأمريكية في العراق خلال 93 سنة يكون في علم العراقيين. ترى هذا العقد موجود واللي هو اللي أبرمه مع أمريكا. هذا بالإضافة إلى هذا، إذا هو بيخاف على أنه مؤشر خطير، ليش قام بعملية هو بيقول هسه صارت أمريكا عدوان؟ هذا تصريح ترى ما بي فايدة، لأن هو من راح إلى أمريكا مع أوباما هو اللي وضع أكاليل الزهور على قتلى الأمريكان اللي راحوا في العراق، هو اللي أسرق الأموال والآثار اللي موجودة بالعراق مع كندي، وحتى قدم التوراة وقدموها إلى إسرائيل والآثار وصلت إلى أمريكا وإلى أستراليا وإلى أي دولة من دول العالم. بالإضافة إلى هذا 500 مليار خلال حكم نور المالكي صرفت في حكمه، على شنو صرفت؟ على مصالح إيرانية، على مصالح حشد. إحنا اللي عن جيشنا وينه؟ شرطتنا وينه؟ ليش أنا أبدأ؟ زين هاي الفلوس وين راحت؟ تصورنا كلها هي يعني صرفها للعراق؟ لا، هي إذا زوجة نور المالكي مشتري أكبر قصر العفو فندق في دبي، بالإضافة إلى صهرة وإلى نزلة قاموا بأخذ رشوات من أمريكا في بناء قاعدة بلد الأمريكية من شركة سالي بورد الأمريكية. أريد أقول إنه إحنا يعني لو نص تريليون ترى كافي لبناء عراق يعني أشبه بدول الخليج. بس هذا كله مشتناه، كله دمار. بالإضافة إلى هذا إن دولة الكويت هي ليش قاعدة تتفرج؟ هي قدمت طلب إلى الحكومة العراقية ولازم تأخذ موافقة الشعب العراقي، لأنه المياه تروح هدر، تروح كلها بالبحار. ومن سابقا احنا قبل سنين احنا نسمع ان الكويت تريد تسوي سد للمحافظة على المياه نهر دجلة والفرات حتى نستفيد احنا ويستفادون هم. زين وين انجازاتهم؟ ما هي الخدمات اللي قدموها الدول العربية للعراق؟ خلوه ضحية لهذا الشيء. بعدين انه يقول الفساد ليش هم فاسدين؟ ليش يبوقون؟ اللي ما عنده ضمير واللي ياخذ الدين هو كوسيله لتحقيق مصالح شخصيه ومصالح سياسيه ومصالح نفوس سياسيين واحزاب سياسيه، هذا ما اعتبره دين، هذا انا اعتبره واجهه سياسيه. هم اخلوا بالدين الشيعي اللي دين جعفر الصادق اللي هو دين محمد. لهذا اشوف انه وضعنا ترى سيء جدا، الخوف مسيطر على العراقيين لان الارض ستحترق. تحياتي لك. شكرا شكرا لكم عبد الله. ابو علي من واسط حياك الله. أبو الكريم تحيه لك وتحيه الى شعبنا المجاهدين في العراق اللي محاصر من الفساد والفاسدين. تفضل. الفساد خلينا نتكلم فساد، اي فساد نقصد؟ فساد مالي، فساد تجاري، فساد اقتصادي، فساد هو على مالي. اساس شكل مجلس اعلى لمكافحه الفساد بشكل عام. هو يا فسادنا يعني خلينا نعد. إذا الفساد المالي على التصريح الأختم عبد الله 786 مليار دولار أصرف المالي خلال 8 سنوات، عوفنا من الجعفري وعوفنا من عاد علاوي وعوفنا من الإعدادي. زين هذول اللي 786 مليار وين راح؟ يقدر يحاسبه؟ زين يقول قبل أن تحاسب الناس حاسب نفسك. حمايته مو باقت مصرف الجوية تذكرون لو نسيناها؟ أكو حد حاسبهم؟ يقول المالك رجعنا الفلوس،
زين ما حاسب الحرامية، هذا هو من كان نائب رئيس جمهورية. أخي الكريم هذه هي إذا تريد حارب الفساد ابدأ بهذه، ابدأ بنفسك حتى تقول إيه والله صحيح الناس عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي يحاسب أو يحاسب يقضي على الفساد. زين لعد مصرف الزوية من اللي باقى؟ أنا بقت لو أنت لو من العراقيين اللي برا لو منه اللي باقى؟ يعني هذا بيحاسب. زين هل مجلس النواب والوزراء أفصحوا عن ذممهم المالية؟ طبعا لا أكيد لا، بس اللي ما عنده شيء واللي أساسا هو جاي مدير المكتب هو اللي يدير الوزارة، وهو يعني ما احتراماتي للشخصيات البعضهم يعني أصحاب شهادات هم بس حميد عن الطنطل مثل ما نقول يقول أنا هلا. هل أفصحوا عن ذممهم المالية؟ طبعا لا، هذا هم مو فساد، مو فساد إن المالك يجي كان يبيع سبح ويصير الآن ملياردير، هذا مو فساد. إبراهيم الجعفري من كان حملة دار، هذا مو فساد. عائلة الحكيم من اجت ما عندها غير بس سيارة لو سيارتين ومن وكلهم من شو اسمهم من قوات بدر إيرانيات وهسه بس يملكون، هذا مو فساد. الاستيلاء على بيوت وأملاك أعضاء النظام السابق، هذا مو فساد بدون وجه حق. الاستيلاء على أموال الدولة اللي هن الآن اللي ساكنين بيهن، ما مسجلات باسم صدام، ما مسجلات باسم وزير، ما مسجلات باسم شخص، مسجلات باسم وزارة المالية العراقية، هذا مو فساد. إذا حاسب عبد المهدي المزارع المملوكة للعراق في البرازيل وفي الأوروغواي والباراغواي اللي كان غالبية المزارع موز اللي كان يصرف عليه العراق على سفاراته في أمريكا الجنوبية من محاصيل هذه الأوراق راحت. عندنا في أفريقيا يملك العراق مجموعة كبيرة من المزارع وكلها لتسديد رواتب السفارات في 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 قارة أفريقيا، وين راح؟ من اللي كشف عنه هذه الذمة المالية؟ إذا يريد يحاسب الفساد ديوان الرقابة المالية لحد الآن ما صادق رئيس الجمهورية على أي تقرير ديوان الرقابة المالية. للعلم خلي يعلم العراقي أنه ديوان الرقابة المالية يوم 31/12 من كل سنة يغلق حسابات الوزارات العراقية، يوم 15/1 يعد تقريره، يوم 1/2 يوزع تقاريره إلى الوزارات، يوم 28/2 لازم الوزارات ترجع تقاريرهم ديوان الرقابة المالية، يوم 1/4 رئيس الجمهورية يصادق على تقرير الديوان ويوزع على كل من على العقوبة أو القرار أو التقرير المعدة ديوان الرقابة المالية. هل وقع رئيس الجمهورية على الديوان أي تقرير من ديوان الرقابة المالية؟ نعم. هل هذا هو مكافحة الفساد؟ هذه كلها أسئلة ونوجهها لعادل عبد المهدي واللي الآن جاء طبعاً متأكد 100% جاء يسمعون البرامج اللي تنقدهم. هذه أشياء بسيطة إحنا يمكن نعرفها، أنا أعرفها أو كم واحد عنده ثقافة بالحسابات يقدر يعرفها، لكن بقية الشعب ما يعرفها. حصتنا من النفط، أقدر أعرف حصتي إيش قدر من النفط؟ نعم. ليش ما يفصحون؟ ليش ما يقولون إحنا بعنا هلقد وصلنا هلقد؟ العقود ليش ما يفصحون عنها؟ أكو واحد يعني يوقع عقد أنه يبيع برميل النفط ب 15 دولار ولما عفوا 35 دولار ولما صار سعر برميل النفط 30 دولار قلنا احنا نعطي للشركات خمسة زيادة 5 دولار مطلوبين. هو هذا المكافحة الفساد، ليش ما يفصحون عن العقود اللي جاي يوقعونها؟ لو كل وزير يوقع وياخذ فلوس وياخذ البوليس وينتهي ويطلع يجي الوزير الثاني بس يحكي والله لقينا اخطاء، تعالجت الاخطاء لو بس لقيت اخطاء. هو هذا احنا نريد نعرف، هذه كافحه الفساد. احنا يعني نوهم ارواحنا انه اكو حكومه موجوده بس هي ما تملك اي مقوم من المقومات من الحكومه، على الاقل هناك شفافيه. ترى الديمقراطيه اخي الكريم يعني للبعض اللي ما يعرفها، الديمقراطيه مو انا يعني اروح ادلب صوتي بالانتخابات، لا هذه مجرد جزء من الديمقراطيه. الديمقراطيه ان الحكومه تقول انا هذا تقرير الشهري، هذا تقرير السنوي، هي تسوينا هذه الخطه المعده وهذه المنفذه، نسبه التنفيذ من الاعداد تطلع النسبه، مجلس النواب يحاسب الحكومه على هذه النسبه. اكو ديمقراطيه هيش موجوده بالعراق؟ همام حمودي خالفك بالراي بهاي القضيه، يقول انتم بافضل بلد بالعالم لانه انتم تقدرون تسالون الوزير ايش قد راتبك. منو اكو دوله تسال وزير ايش قد راتبه؟ هذا أقول لك هو هذا مو أبو النستلة لو غيره. نعم. هو هذا أبو النستلة. أنت يا أبو النستلة من أقول الوزير شو أسوي براتبه أني؟ أنا راح أستلف من عنده؟ أنا إذا شنطاني أنا أقول له شنطاني ما يدري شو يسوي براتبه. راتبه بالعكس
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية يستلم 40,000 دولار. هذا قانون أمريكي. أنت يا همام ايش قد تستلم؟ لا عندك لا سلطة ولا وزارة ولا حكومة ولا غير. ايش قد تستلم الحكومة؟ يستلم نسبة من من من, من إيرادات العراق. هو هذا أبو النستلة اللي يقول العراقيين أحسن من شو أحسن من غيرهم. ما تقول ايش أحسن؟ يا اللي حاكمته شو السوداني طلعته حرامي، هذا هو بلندن قاعد ما حد يقدر يحكي وياه. هو هذا بس أحد حاكم أحد؟ ما حد حاكم. طلع وزير الدفاع خالد العبيدي فضحهم كلهم. نفرض خالد العبيدي مصدر حكمته؟ لا. سليم الجعولي مو قال تأكيد شو اسمه هذه التغذية مالت الجيش؟ أي. ما حد حاسب سليم الجبولي، هذاك هو اللي قاعد ما حد حاسبه. هذا الحلبوس اللي قام بياخذ شو اسمه يشيل الحصانة عن النواب اللي يعارضونه، هو هذه الديمقراطية اللي جابها لنا أبو النستلة وغيره؟ أي ديمقراطية؟ أي بطيخ يعني غشمون علينا لو على أرواحهم. بس حين نقول بس الله يعين شعبنا الصابر اللي الله سبحانه وتعالى يعني طيب. الحمد لله عليك. شكرا حبيبي. شكرا حبيبي. شكرا لك أبو علي سعد من السعودية، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام والرحمة والإكرام. بارك الله فيك يا أخونا المقدم. حياك الله. وأنا أجاوب لك عن سؤال الأخ من سعد من الكويت. نعم. وأقول له ليش يبقون؟ عشان أن أمريكا وإيران وإسرائيل اتفقوا على نهب هذا البلد، فكيف ينهبونه؟ جابوا هذه العصابات المجرمة وهذا قاعدين ينفذون الدور، يعني ما في شيء غريب وشيء يسأله. لكن أسأل الله إن شاء الله بهذا أنه هذه الغمة إن شاء الله عن العراق سوف تزول، وهذه الأشياء اللي صارت في العراق كشفت قبح وخسة هذه المنظمات الدولية اللي ما تسمى حقوق إنسان وجامعة الدول العربية وما أدري إيش. فيركم على الكلام هذا كله، العالم تأخذ وتسلب، والحين صار منظم الفساد أصبح منظم. والله إن شاء الله يوفقكم. ولا ولي كلمة لك يا أخونا المقدم، أنت ذيك اليوم قلت شكيت في معلومة إن السجناء تم تحجيجهم في السعودية، والله هذا الكلام صحيح. بس ادخل على اليوتيوب ان شاء الله وتشوف كيف مجزء عشان ما اطول. وتحيه لاهل العراق وان شاء الله ولكل البلاد ان شاء الله العربيه المسلمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله. حياك الله اخ سعد. ابو عمر من السليمانيه، حياك الله. السلام عليكم استاذ أفضل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. والله استاذ الاخ سعد من السعوديه جاوب من الناحيه السياسيه. نعم. هو سعد من الكويت فعل من الناحية الشرعية يقول حرام لو حلال. أقول السعودي أنت ارجع للإنترنت وطلع مقاطع الفتاوي ما فتاوي، راح يطلع لك واحد حرامي من أهل البيت بالضبط يعترف، يقول إذا انخبط المال الحلال بالحرام مهما كان حجمه مهما كان هذا، أنت بس خمسه وجيبه يبعدية وأنا دخلك للجنة ما لك علاقة بك. هذا الكلام موجود. والطوير جاوي همين وغيره قسما بالله كلهم فتاوية موجودة، بس خمس مالك شغلة. فكيف ما يسرق؟ هو عنده دين. ثانيا أنا أطلب من قناة الرافدين كشف الحقيقة. أنت تتحدث عن الفساد، هذا مو فساد، هذا حرية بلا حدود، حرية بلا حدود. جيم فأنت هسر وسوي استفتاء سام أبل قسما بالله بس داخل الوسط الشيعي، قلهم هل ترغب ببقاء الحكم الجعفري أم لا؟ قسما بالله المؤيدين للحكم الجعفري راح يطلع أضعاف أضعاف ما هم راضين إليه، لأنه هذا الموجود اللي ما محصل كل شيء، هذا التعبان. نعم بهم أخلاق، نعم بس قلة قلة. هم مو أنت تقدر تمنع الجيش من السرقة والقتل والرشاوي؟ إذا ما تقدر تمنعه، تقدر تمنع الشرطة الاتحادية اللي تنصب سيطرات اللي تهجم على البيوت تسرق الذهب والأموال، تقدر تمنعهم. هذا يأخذ راتب، هذا يأخذ سرقات، يأخذ رشاوي، كل شيء. القاضي مرتشي، القاضي مرتشي. هذا تجارة المخدرات. أنت بدك تشوف هاي الحروب العسكرية على شنو؟ على مسائل شرف؟ لا قسما بالله العظيم. هاي على مسائل المال والمخدرات. نعم. والنفوذ وتجارة السلاح، هذا كل شيء موجود عندهم. فلا حد يتأمل خير من الحكم الجعفري، أبد ما تشوفوه خير.
إلا إذا زوال، وزواله قريب بإذن الله تعالى، زواله قريب. الحكم الجعفري ما بده حكم بنا دولة. طيب. ولا بنا قرية. أتحدى واحد عنده دكتوراه بالتاريخ زين وشيعي يطلع يحكينا تاريخ التشيع. خلينا ما بيجي. ما نريد أبو عمر ندخل بهذا الباب. يعني أنا اليوم بدنا نحكي عن قضية الفساد أو قضية الدولة اليوم. أريد العراق يصير بخير. لا قد يوم حاربوا اليهود ولا حاربوا النصارى الصليبيين ولا حاربوا المجوس ولا حاربوا إلا هم ظهر خنجر مصفوم في ظهر الإسلام. طيب طيب, طيب طيب شكرا لك أبو عمر. أبو زينب من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليك السلام والرحمة والإكرام. هو هذا الموضوع يعني صار طويل عريض ومكرر يعني بعد ملة العالم من عنده. نعم. أخي القرار يجب أن يكون بيد الشعب. إحنا مع الأسف شعبنا نايم في سبات عميق. يعني شنتبر بعد أكثر من جلد الكرامة الإنسانية في البلد. يعني هاي المهازل اللي نشوفها. بس يا أبو زينب أنت تقول. العشائرية. هو لو اكو حكومة بها حظ ها واكو من داخلي مضبوط. نعم. اكو واحد يقدر يرفع سلاح. مو اسوي يوم حظر تجوال بالبلد كله. واقتحم البيوت بيت شك واحد بيه سلاح عاقله. يعاند الباب بالسجن. طيب ابو زينب انت بالبداية تقول انه الشعب نايم. هو شلون الشعب نايم اذا الجنوب مشتعل مظاهرات. والناس ما راضي على الحال وبالانتخابات ما راحوا ولا انتخبوا وفعليا يعني 20% او اقل من 20% اللي راحوا للانتخابات. الوسط والشمال نينوى الانبار صلاح الدين ديالى طلعوا وظهروا وطلبوا 14 مطلب ما طلبوا مطالب كثيره يعني مثل ما يقولون وابادوها. فشون يعني شون ليش تعتبره نايم وهو هو هو مشتعل شعل الشعب؟ مرة سأل واحد من المحللين العسكريين. نعم. قالوا له ليش إسرائيل جيش واحد غلبتنا وإحنا 22 جيش؟ قالهم لأنه إحنا 22 جيش. إحنا هنا دلالة على توحيد الرأي. أخي السني يسوع على سنيته والشيعي على شيعيته والمسيحي على مسيحيته والكردي على قضية ما يصير هالشكل. نعم. احنا الاول لازم يسألك شنو بتبقى لاني عراقي حتى ما اقول له عربي وكردي وتركمان ومسيحي ومسلم وشيعي وسني ويزيدي اقول له انا عراقي. نعم. انا ابن هذا البلد حقوقي مغتصبة. هنا حتى المظاهرات تقول عليها ترى اكو تعتيم اعلامي فظيع ما تعرفوا انتو لان انتو ما نازلين للشارع. انا نازل للشارع. هذه هنا تجير حسب العقول الخواء اللي تحمل صفات الناس اللي هم يمثلوهم او يعتبروهم فتح حجة لهم. نعم. زين ذاكو منتفع وهذا يدقوا يطمس وحب الروح بالدم. شنو اللي حصلتوه؟ نعم. هم استغلوا الجانب العاطفي عند الشعب. لا اكثر ولا اقل. نعم. الشعب نايم ولازم يقعد من سباته ويسويها ثورة عالمية. شنو اصلحت القياة صار 16 سنة كهرباء ما اكل ما يكون طين وملح. يعني احنا عندنا بالنجف المبردة تأخذها صاق سليم ورا اسبوع يعني لازم تبدل الليف وتغسل وكذا متروس عطيان وملح. فما قالك اهل البصرة اهل العمارة اهل الناصرية. نعم. اخي كل الخدمات زفت. يعني مشروع ذا يكلف للعمار المحافظة مليار دولار كله يشتغلوا ب 100 مليون و 900 مليون للمحافظة وربعه حراميته. وبس تحكي قال لك يجب ان نظهر الفاسدين والمفسدين وهو الفاسد والمفسد. وشكرا. شكرا 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 لك ابو زينب. ابو زينب يعني حكى كلمه جوهريه يجب على الشعب العراقي كله يفكر بها. يقول احنا يجب انه ما نفكر لا بسنيه ولا بشيعيه ولا بكرديه ولا بعربيه ولا بصابئه ولا يزيد ولا باي طائفه. يجب ان نفكر فقط بعراقيتنا. هاي الكلمه هي جوهر العراق وهي اللي احنا الراهن عليه وهي اللي احنا كنا نفتخر به. العراق كان مجموعة فسيفساء جميلة جدا مجموعة طوائف ومكونات وقوميات عايشين مع بعض متصاهرين متعايشين بسلام. احنا دا الراهن على هاي الكلمة يا ابو زينب.
برنامج الواتساب عندي أول رسالة تقول تحية لك أخي أفل، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا صدق الله العظيم. الفساد يأتي من سرقات وسلب ونهب لخيرات البلد، كم أهدرت أو كم أهدرت من أموال وثروات الشعب من سراق فاسدين يستحلون هذه الأموال من مكاسب حرام يدمرون بها ميزانية الشعب. ناهيك عن ملفات عديدة للفساد المالي والإداري المستشري، حكومات فساد أتت لتدمير واقع الحال في العراق. رسالتنا الأخرى تقول السلام عليكم، العراق مظلوم والشعب انظلم أكثر. الله عندما وصف قوم فرعون قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. مخلص كلامي أن إلى متى هذا الحال يا حكومة الشعب العراقي المظلوم؟ شوفوا حال الفقراء والمساكين انطوا حل. من عبد الخالق الناصر. أخون، هذه الغمة على العراق وغيرها من دول المنطقة كشفت لنا وجه الفساد والفاسدين في منظمات المجتمع، جامعة الدول وغيرها. الشعوب سوف تنتقم لصوت الحق إن شاء الله تعالى. من الأخ سعد. رسالة أخرى من الشخص كاتب داز فيديوهات. أخي العزيز أنا ما أقدر أطلع أي فيديو بالبرنامج. أبو حاتم من الموصل، السلام عليكم أستاذ أفل المحترم، تحية طيبة لك ولكادر القناة والمشاهدين الكرام والعراق والعراقيين النجباء. أستاذ، الاحتلال الغربي الأمريكي والدول المتعاونة مع أمريكا شيطان الأرض وشر العالم، تتآمر وتتعامل مع أكثر من 62 دولة معها وسماسي رصاصة خضراء والمحسوبين على العراق لتدمير مقدرات العراق من الثروات والموارد الطبيعية وغيرها الكثير. آخر رسالة وياي تقول مليون تحية إلى الأخ مصطفى السيد على روح الوطنية، والله أرفع لك القبعة لعروبتك وحبك للعراق، وأنت عقال راس نزيه وشريف، أتمنى يتعلمون الخونة من العراقيين هذه المشاعر والروح المخلصة للعروبة والإسلام. يا شعب إيش وقت تنتفض وتسحل الخونة والعملاء مو كافي يومية بس تشكي، إلى متى الظل على فتاوى العمايم إلى اللي هم من سرقة أموال آل البيت هم واحد يفضح الآخر. مشاهدين الكرام، برنامج اليوم انتهى. قضيتنا هي الفساد، العراق بأموال كثيرة منهوبة، شوكت ترجع شوكت ينبني العراق؟ الأمر بديكم أنتم. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد، إلى اللقاء.